أول شرك حدث في الأرض بشبهة الغلو في الصالحين. انقسم الناس تجاه الصالحين إلى طرفين ووسط، قسم يسب ويشتم، نعم، ويستهزئ ويسخر بالعلماء والأئمة. ومن العجب يأتي طالب علم إلى بعض العلماء، نعم قد لا أرتضي ما عليه هذا العالم، لكن من العيب أن تسب وتشتم، هذه ليست من طريقة السلف إطلاقا. يعني مثاله الآن ابن حزم رحمه الله عفى الله عنه، تقول قال ابن حزم عفى الله عنه، عفى الله عنه، هذا يسميه العلماء رد لطيف، يعني رد مؤدب. لكن بعض الطلاب يتعلم كلمة أو كلمتين ثم يبدأ يتكلم في ابن حزم، عالم يا أخوانا، فإذا أردت أن ترد يخرد بحكمة. فقسم يسب ويشتم ويسخر ويستهزئ ويذكر أشياء والله لا يذكرها إلا السفهاء. القسم الثاني يسجد ويركع ويتمسح، نعم، ويقدم قول هؤلاء على قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي عليه الصلاة والسلام. والوسط هم أهل السنة والجماعة، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. فانقسم الناس تجاه العلماء إلى طرفين وسط. أول شيء غير به دين الأنبياء هذا الغلو في الصالحين، أول شرك حدث في الأرض في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. بماذا؟ بأمر حق لكن أريد به باطل. ما هو الحق؟ محبة الصالحين، قال نحب الصالحين. يا أخي محبة الصالحين ليست على هذا، محبة الصالحين لابد تكون على ما كان عليه السلف. محبة الصالحين ليس بالتقبيل، يعني تقبيل الرأس، تقبيل الأيدي، تقبيل الأرجل بالركوع بالسجود، لا والله. الصالح ما يريد منك هذا، العلماء أئمة أهل السنة ما يريد منا هذا، يريد منك أن تأخذ العلم بحقه صح، ثم تعمل به، ثم تدعو إليه، ثم تدعو لهذا العالم في ظهر الغيب، تذب عن عرضه، هذا المحبة الحقيقية. أما التمسح وكذا وعندي رقم الشيخ والبارح تعشى عندي، هذا في الغالب أنه ما يستفيد شيء في الغالب. المحبة الحقيقية لابد أن تكون على ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم.